اليوم مو اليوم، نحن اليوم في اجتماع بخص الرواتب، بس هذا جمعية حماية المستهلك اجت عند التغطية واخيرا وصرحت بانه يجب رفع دخل المواطن لانه ما بيتجاوز 10,000 ليرة سورية باليوم. الراتب ما عم يكفيني اسبوع واحد وبزور كمان، يعني بيشتروا كيسين ديربي صغار او كيلو بطاطا بس بدون خبز. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. بس السؤال هو مين يلي بده يرفع هاي الاجور؟ ولا بس مجرد امنيات من مؤسسة تابعة للحكومة الموقرة؟ يتساءل مواطن. التلم الاعواج من التور الكبير. طبعا المواطن السوري بيعتبر هاي الدعوات انذار ما قبل الكارثة او الخازوق المنتظر بمعنى ادق. انت لازم خاسوخت. وهي رفع اسعار السلع يلي تعودوا عليها السوريين بعد كل زيادة للرواتب. هدول نصابين ولاد حرام، بخاف والله. وكالعادة بياكلها هالمواطن المسكين يلي لا وراه ولا قدامه. بعد هالشي بتقلي شو وشعك يا طه؟ بقى حطوا بالخرج ولعبوا بغير هالحارة. كده خربانة وكده خربانة.